سلام هاي دقاتها يجي بعده بخرى خريف ما تستفيد الرطب فاكهة القطيف الصيفية حصاد المزارع وبداية الفرح بالنسبة لموسم الرطب طبعا هو مراحل أول شيء يبين رطب الطياري أول ما يبين الطياري وبعدها يبين الماجي من بعد الماجي يبين الغرة البكيرات تدريجيا كذا بس بالنسبة لأجواءنا الحارة تحصل كلها موجودة جميع الآن الرطب زمان أنا في النخلة عمري عبارة 25 سنة وأنا في النخلة بعدنا جهال وإحنا ذاكراك من حدرين دول هنا لو الأهلي نايم وإحنا نركب فيراني فا نركب عسقة لو مشوق مع الرمان أنواع كثيرة من الرطب تنتجها نحو مليون نخلة في المحافظة سنوياً بينما يتسيد الخلاص القائمة ليكون الرطب الأهم في القطيف اشتهرت القطيف بكثر الخلاص فيها الأول يا المزرعة يمكن فيها خلاصة أو ما فيها الآن أكثر المزارع انتشر فيها الخلاص يهتم المزارع القطيفي بالنخلة على مدار العام من خلال الترويس والتنبيت والتحدير وغيرها حتى موسم الحصاد النخلة تمر عليها عدة مراحل من ضمنها الترويس ترويس النخل هذا تنظيف إليها السلة والعسق والكرب ومن بعدها يجي تنبيت النخلة تتنبت وبعد التنبيت المرحلة الأخيرة اللي هي التحذير ومن بعد التحذير على ما ترطب النخلة مرحلة الصرام موسم سنوي ينتظره المزارعون في محافظة القطيف بشغف واهتمام فيما يترقبه الكثير من محبي الرطب بأنواعه العديدة محمد الحمادي الإخبارية القطيف